سؤال عن وديعة الصيانة. جرت العادة الناس إذا كانوا في اتحاد ملاك يجمعوا مبالغ من كل الشقق المملوكة، فتجمع مبالغ صيانة تودع في بنك للإنفاق من فوائدها على الصيانة، ويسأل ممكن أشتري شقة في كومباون عندهم هذا الشرط أم لا؟ نقول له يا هداك الله ويا رعاك الله، الأصل في فكرة وديعة الصيانة للإنفاق منها على صيانة المرافق أنها فكرة مشروعة، بل ينبغي الاعتناء بها، فما دمر مرافقنا في الشرق إلا الإهمال وتراجع ثقافة الصيانة عندنا. ويمكن زيادة هذه الودائع أو تقليلها بحسب الحاجة، لكن الخلل يأتي من إيداع هذه الودائع في مصارف ربوية والإنفاق من فوائدها الربوية على الصيانة. والفوائد المصرفية من الربا الجلي القطعي الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه، والحل نقل هذه الودائع إلى المصارف الإسلامية للإنفاق من أرباحها على هذه الصيانة. فإذا عجزت عن إقناع القائمين على الأمر بهذا النقل فأنكر عليهم بقلبك وتبرأ إلى الله من عملهم، ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يحرم ذلك عليك أن تشتري من هذا الكومباوند إذا لم يتيسر لك بديل مناسب لا يشترط هذا الشرط. والله تعالى أعلى وأعلم.